قلبي وأكبر بسم الله. يوصلكم الوضوء إلى مراحل عالية عظيمة. انتبه معي ماذا حدث لبلال. أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا، قال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي. خشخشة هي الحركة التي لها صوت. طبعا يعني لم يتقدم بلال أمام النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل منه، لا، بل مشيه بين يديه، يعني كان على سبيل الخدمة كما جرت العادة، يعني بتقدم بعض الخدم بين يدي مخدوميهم هكذا يعني. فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين ولا أصابني حدث، يعني انتقى وضوئي، ولا أصابني حدث قط إلا توضأت عنده، كل ما انتقى وضوئي توضيت. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا، رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. قال أهل العلم: وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ولترغيب السامعين. وها نحن الآن نسمع فلنطبق. أخي الكريم، أختي الكريمة، إذا استشعرتم هذه الأحاديث عند الوضوء سيصبح وضوءكم أجمل بكثير مما لو أنكم لم تستحضروا هذا الفضل من قبل. عندما تتوضأ استحضر هذا الفضل. لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبثا أبدا. وبعض الناس محروم من هذه اللذة، لذة الوضوء، إما لغفلة أو لعجلة من أمره، إما لوسواس، وما أبعد الموسوسين عن اللذة، بأن الشيطان يصل به إلى حد يكره إليه العبادة لشدة ما يتعبه فيها من الوسواس. وقد قلنا أن العلاج في قول العلماء أن الموسوس إذا شك فإنه لا قيمة لشكه، فلا يجوز له أن يعيد، ما يجوز أن يعيد أصلا، لا قيمة للشك. فعلى العبد أن يسأل نفسه: أنا لماذا أعيد وضوئي وصلاتي؟ لماذا؟ فإن قالت لك نفسك: لأني أخاف أن يؤاخذنا الله، فليقل لها: الله الذي تخافين أن يؤاخذك لأنك ما أعدت لا يريدك أن تعيدين. لا يريدني أن أعيد وانتهى. لكن بعضهم يقول: نعم، أنا أعرف أن الله لا يريدني أن أعيد، أنا أعرف والله، لكن ما أرتاح، سأحس بتأنيب داخل صدري فأعيد عبادتي لأرتاح من هذا التأنيب. نقول: طيب، علاج هذا سهل. قل لنا بالله عليك، هذا الذي يوسوس لك ويأمرك بالإعادة ملك من الملائكة أم شيطان من شياطين؟ بالتأكيد أنت تعرف أن الذي توسوس هي الشياطين، إذن هو شيطان. طيب، هل هو يحكمك فتفعل ما لا تريده أنت، أم أنك أنت الذي تملك قرارك؟ طبعا أنت تفعل ما تريد، ويستحيل أن يحكمك الشيطان رغما عنك. طيب، سؤال: هل يؤاخذك الله بقرارك أم بوسوسته؟ بقراري طبعا. إذن لماذا تخاف من شيء أنت تعلم أن الله لن يؤاخذك عليه؟ والله المسألة بالعقل بالمنطق، كن واقعيا، أنت الذي تتحكم بنفسك. حرام عليك أن تذهب لذة الصلاة بوسواس ووساوس لا تسمن ولا تغني من جوع. والله مرة من المرات أحد الإخوة الذين ابتلوا بالوسواس اتصل بي بعد أن عرف أسرار الصلاة وبدأ يتلذذ فيها، أخبرني أنه بعد خشوعه في الصلاة تنقطع الوساوس منه تماما، لأنه انشغل بالأعظم، انشغل بمحبة الله. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين: المحبة تقطع الوساوس، الوسواس كالظل، إن تبعته هرب منك وإن هربت منه تبعك. وهذا الكلام يعني ليس الموسوسين فقط إخواني، بل حتى من لم يدخل في هذه الدوامة فإن الشيطان يمكن أن يبدأ به، حتى غير الموسوسين انتبهوا. تعرفوا متى يبدأ الشيطان؟ سأكشف لك مفتاحه الخبيث. يبدأ معك مرة واحدة، يعني مرة عابرة هكذا تشك فيها، فيقول لك: كامل، ما هو كامل الوضوء، احتياطا أعد. ثم يزيد، مرات قادمة يزيد يزيد يزيد، فإذا أنت قد تحولت إلى شخص آخر، ستصبح آخر من ينتهي من الصلاة. فاحذر تلبيس إبليس، احذر، إنه لم يستطع أن يجعلك تترك الصلاة أو تترك الوضوء، ماذا صنع بك؟ جعلك تكرهها فلا تتبعه. إذا عرفنا كل هذا، يجب أن نعلم أيضا أن الذي ينقض وضوءك أشياء ثلاثة فقط:
الخارج من السبيلين، كل خارج أعزكم الله من بول أو غائط أو ريح أو ما شبهه ينقض الوضوء. يعني كل تغييب أو زوال للعقل بإغماء أو نوم، فإن نمت فقد انتقض وضوءك. والضابط في النوم الذي ينقض الوضوء أنه النوم الذي يزول معه الشعور بالنفس، فيصل إلى مرحلة يمكنك أن تميز هل خرج منك شيء أم لا. الأمر الثالث أكل لحم الجزور أي البعير، فإن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال نعم توضأ من لحوم الإبل، رواه مسلم. قد يقول لقاء الآن لماذا تذكر لنا نواقض الوضوء وصفة الوضوء وبعض الأحكام الفقهية، ما علاقة هذا بلذة الصلاة؟ أخي الكريم أختي الفاضلة، هل تظنون أن اللذة هذه ستنفع إذا كانت الصلاة باطلة؟ مستحيل. فإذا كنا نقصد اللذة فإننا نقصد اللذة الحقيقية التي تسعدك في الدنيا والآخرة، التي تفرحك عندما تلقى الله بالدنيا في صلاتك وتفرحك عندما تلقى الله يوم القيامة اللقاء الأكبر. أنا لست في برنامج إثارة، فقط أريد أن أكسب عواطفكم، ثم إذا قدم الواحد فينا على ربه فإذا هي مفاجأة، الصلاة لم تقبل أصلا. انتقل معي إلى فضيلة أخرى لا تفوتها، السواك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك، رواه الإمام أحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكثرت عليكم في السواك. يقول بالرجب أكثرت يعني أكثرت حثكم علي وترغيبكم فيه بذكر فضله، والسواك يطيب الفم، فأنت تطيب فمك للقاء الله تدرون مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم، طيب فمه قبل أن تفيض روحه الطاهرة الشريفة للقاء الله تعالى. اسمع، عن عائشة أنها قالت وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم، يعني مرض موته، قالت حين رجع من المسجد فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر، قالت فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظر في يده نظرا فعرفت أنه يريده، يعني يريد سواك، فقلت يا رسول الله تحب أن أعطيك هذا السواك؟ قال نعم. قالت فأخذته فمضقته له حتى ألينه ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله، ثم وضعه، وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجره فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة، فاضت روحه وقبض صلى الله عليه وآله وسلم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسم الله وأتلذذ بالصلاة.